بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أخوتي في العقيدة، الموضوع عن سكودي دون نهدي الإدمه إن وحكنا هنا والمنافقون وخطرهم على الأمة، نفاق يا منافق أنت مركا أن كور رمي إنه وجهرين وحنو كور رمي الناس يعني إنه وقديرانه شأن نفتينا صفاتك يا علاماتك يا أستامها يا تلمامها يا سمد اللغو يقانو دات كاسي لو نسبية نفاقا نغديرانو سيانو هل حساسية دي أما درين كي إلهيين صحابة دي نبي عليه الصلاة والسلام. وكي إمام البخاري في صحيح باب كسرورين يا باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. دبتنا وحكم بلابا يا باب كاسي يعني ابن أبي مليكة تابعي قلورين شري وركسو نقلين أيوه. ابن أبي مليكة هو تابع معروفة رقي صحابة بدن نسو قاريا وحلي أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. تابعي قاسي ابن أبي مليكة الله يرادة وحلية وحن سوء قاري صدن كم دا صحابة دي نبي محمد عليه الصلاة والسلام ودمان تود نفهو دا النفاق وقبقية وصحابة دي نبي محمد عليه الصلاة والسلام ويقول لفهو دا وقعب صنية نفاقة مد أرن شري ما شري بولي إيمانك جبريل يا ميكايل بان لي يعني وحبا إيقا حمان ما يعني عطر ما يسني دي ما شرته. صحابة سيدة النفاق وقبق ينو حيدا كغفلا حديثي صار ارطي حديثي حنظلة صحيحة كوية اللي اما حديث انس بن مالك ورينيا اما حديث ابو هريرة ورينيا لبضب وتصحيحين يا شيخ الالباني في سلسلتي يعني بعض الالفاظ دا سوق هذا مثلا انس بن مالك ورينيا وحلي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام باقصو صبح رتي من النبي قال انهره دبتنا واحد هذا هلكنا ورب الكعبة إلهي رسول كسي وهلاك سن يقول دارنا إياه نبقوا حكول وما ذاك محاكيني إن هلاك سن تعرفتم حيتاي قالوا النفاق النفاق بيكون هذا إلهي رسول كسي منافق نما شرته نفاق مرنا والنفاق قلبي قدقة والدين لآنا وقال نما وينك ورمي دونه مرنا والنفاق عملية وقفك وحا قلبك سكتر يا عماشي سايين بدن سوافق ويدو صحابة وحي كشك سنايين مركاسي إن الصادقين دبن نقن كرواية نرمي تاسي دعضا دبتنا واحد عدن إلهي رسول كيسي وهلاك سني محاجر مركو يدن واحد عدن النفاق. قال لستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وميدا شهادة قرين بنبقولين وقال الله سبحانه وتعالى كليك حق لغو عابدي هي أنان إلهي رسول كيسي آهي. قالوا بلى واقر صنع بيده هذا المركز مركز النبي قلت ليس ذاك النفاق هذا هو كان كعبان يسال من هذا عقيدة دا سيسوغنك سوغنتين منافق نمام ماها وحلي أنس بن مالك مركز لي حدنا ويما دين سعاشي بسيدي وقع لي هلكنا ورب الكعبة نبي قلنا جوابتي بكو علي ورمي أيضا أشهادا ما هو شهادة واقرنا بيدا هدين وركاس النفاق ماها مرصد حاب هدين النبي قوي ما دين بولي أنا سبن مالك يقول نفس المسألة أطل مامي نبي قلنا عليه الصلاة والسلام أطل مامي إن أنا سدن النفاق نما أهين دبعت أنا مركي دم بي وحيد هدين يا رسول الله إن إذا كنا عندك كنا على حال إلهي رسول كسي يوم مركان وادي وكلتش وقنا حالات بان قصو قنلي وإذا خرجنا من عندك همتنا الدنيا وأهلنا مركان نساعدك كاتك نبا إليين
waxaan mashquuliyaa adduunka iyo reeraha iyo waxan baanu ku mashquullaha. Waku nebigu markaa ku lahaa calayhi salaatu wasalaam, low annakum ida kharajtu min cindi takunuuna calaa mili lxaali aladii takunuuna calayha cindi lasaafaxatkum lmalaa'ikatu fii turuqi lmadiina. Yacni waxaad dareemaysaa in saxaabadii nebi Muxamed calayhi salaatu wasalaam ay lafahooda uga shakisayin markaa nifaaq. Idan qof kalena aamin markaa kama aha. Waxaynu u baahannahay inaynu si fiican markaa u fahmno sifaatka nifaaqa iyo calaamaadka lagu garto si aynu uga dheeraanno, si aynu walaaladeenna kale ugaga digno, si aynu munaafaqa dhabtaa u arki karno, si aynu baranno siduu nebi Muxamed ula dhaqmay calayhi salaatu wasalaam, kuwa sifaatka kani ay ku cadaadaan. Ibn Abi Mulayka saxaabadu soo gaadhay uu leeyahay, 30 baan soo gaadhay saxaabadii nebiga oo nifaaq ka baqaya, dee kuwa wax ka warin jiray waxaa ka mid ah Caaisha, Asmaa bintu Abi Bakar, Ummu Salama, cabaadalladii afarta ahayd, Abu Hurayra, Cuqba bnu Lxaarits, Almiswar ibnu Makhrama. Saxaabada waaweyn ee jilladaabaa ka mida kuwa soo gaadhay ee wax ka wariyey, kuwa da ahaan ama wakhti ahaan la noolaana, dee Cali iyo Sacd ibn Abi Waqaas iyo rag waaweyn oo badan oo kale ka mid ah, sida Xaafid ku soo naqlinayo. Waxaan markaa uga jeedinaa masalada tan marka aan ka waramayo, dadku inta badan markay wacdi dhegaystaan cid bay ku asteeyaan oo iskaga sii calaamadsadaan. Marka koowaad, ciddaynu calaamadinaynaa inay noqoto lafaheenna inaynu badbaadinno oo ka badbaadinno waxa aan sheegi doonno ee qur-aanku uu tilmaamayo. Nifaaqa asliyan waxyigu markuu soo degay ama dadku amaam alwaxyi, saddex qaybood bay yihiin. Qayb badheedha oo ka badheedha inay ilaahay ka gaaloobaan subxaanahu watacaala, shareecadiisa iyo diintiisa toona aan rabin, gaalo la yidhaahdo oo mowqif la garanayo sariixa oo cad taagan. Qayb kale oo iyana ka badheedha oo rumaysan ilaahay iyo rasuulkiisaba siran wa baatinan wa daahiran, si walba u rumaysan oo iyana ka badheedha inay qaateen waxyigii xagga alle uga yimi subxaana wa tacaala. Iyo qayb saddexaad oo iyagu labada qolaba u sheegtay inay ka tirsan yihiin. Hadday kuwan la joogaanna la maca, hadday kuwan la joogaanna la maca, aan lahayn jur'ada ama awoodda ah inay mowqif cad istaagaan oo waxa ay rumaysan yihiin ay ka badheedhaan, ama gaalnimo ha noqoto ama islaamnimo ha noqotee. Qur-aanka Ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa kooxdani bini aadamka kooxda ugu shar badan inay tahay, gaalka munaafiqa ka xun, waayo aakhira isaga ka boos hooseeya. Ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar walan tajida lahum nasiira. Naarta waxaa loo kala cadaab kulul yahay sida loo kala hooseeyo. Ilaahayna wuxuu ku tilmaamayaa inay gelayaan fi darki alasfal, halka ugu hooseysa naarta inay munaafiqiintu ku jiraan. Idan munaafiqiintu waa duul gaalnimada ka hooseeya, laakiin bulsho ahaan ka tirsan mujtamaca muslimka. Idan bulshada muslimka qayb ka tirsan oo gaalka ka liidataa jirta, qur-aankana astaynayo sifaynaya waa duulkaasi munaafiqiinta la yidhaahdo. Nifaaqu aslu lkalima, culamaa illuga qaar ka mid waxay tilmaamaan wuxuu ka yimi min nafaqaa'il yarbuuc. Nafaqaa'il yarbuuca waxaa lagu tilmaamaa bahashan walada la yidhaahdo gadkay qodoto. Waladu waa xayawaan yar oo bannaanka iskaga nool, god bay qoddaa, dhan bay af uga yeeshaa, dhanka kale dahaadh yar ama ciid yar bay kaga tagtaa. Dabeetana wale haddaad erido uu godka xagga ka galo, aad tidhaahdo daba soco, xagga kalun bay madaxa ku dhufanaysaa, way ka boodaysaa, xagga kale oo ka bixi karaysaa. Aslu lkalima waxay ka timi baa la yidhi min nafaqaa'il yarbuuc, waa kuwan dee nafaqa lagu tilmaamo tunaliskan ama godadkan la maro. Kaanamaa uu yahay munaafiqu kaa xaggan intuu ka galo xagga kale ka baxa, kooxdaana kama tirsana, kooxdaana kama tirsana, qolana daahirku uga tirsan yahay, qolana baatinku uga tirsan yahay. Waa waladaa godka inta xaggaga shaxa, markaa la ysyidhaahdo qabtana xagga kale ka boodaysa. Idan qaybta tani waa qayb abuurantay amase samaysantay cahdigii Madiina.
بل وادد نبي محمد لا نولا عليه الصلاة والسلام بل وادد مجلس كنبي محمد سوف رسني بل وادد انت النبي قوي ما دان لها وحن قرينا إن إله الرسول كيسي تاي هذا نهو ركاسي أنا حقيقة هاي إلهي با قرآن كنت المامي وحلي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إلى يوحو الشيخ سبحانه وتعالى ينقوى الرمية نبي محمد بقال لي مركي منافقين تكوي ما دام حليه نشهد وحن نكمر خاتك عينا حي كمر خاتك عينا إنك لرسول الله إن إيا اللام إيا أدوات التوكيد كانت أورور صدين أي وحي لين وحن نكمر خاتك عنا إن إلهي رسولك سيتي نبي محمد بيلا خطابا يا يعني الله هضلا يا يعني. يقول لك شو أنا وحي شيء يعني. إن الرميسي نبي محمد إنه إلهي رسولك سي إلهي بس سبحانه وتعالى وركود بيننا يا لكن أنت وركود لبينين وحلا تلمام يا هذا الكهرطة شيء يعني نسبو نبيي لكن إيجا أراه دودو إن يبانت والله يعلم إنك لرسول بإلهي مثلا هذا سيدنا مرنكم أشرو وإلهي وأوجي سبحانه وتعالى إن إلهي رسول كسيتي لكن ما حكى الدنبية إلهي وحلي والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وحكى له إلهي كم مرخاتك عيا منافقين توين يبين عليهم بالله يلي سبحانه وتعالى إذا بلشدة أنك ورمينا ما أهب بلشدة بتشوكتي وبلش النبي محمد لا نولي وبلش مجلس النبي محمد فردي وضد نبي عليه الصلاة والسلام كله وحن كمر خاتك عنا إنا تهي إلهي رسول كيسي سيدا وقيت وقيب كترسن مجتمع مسلمين تا قيب تتني عهد جي ما كم يشرين ويا مسلمين تي ما كشوكتي حالة دي يكون نولاين ما يهين ضد إطالة وأما وحلا جر شيءه أما لقى عبصاده أما ضدك مسلمين تابع بردب كتري لكن وقت جي مدينة قارهم بدر قداشت أي نفاق آد صاع عن بحر مركي جوشي مسلمين تم موقطي يدك وين يحوجيهن أي نفاق صاع عن بحر يجوا يسقو كتر قارهم جري وضه قار مقعية ما مسدونية قار ربا إسلام كيني لجويا نوع البيسقو كتر منافقين تقران كوكا ورمي عان كاو حتى قانون كم دهان اللورن شري عبد الله بن أبي بن السلول أو كم ده الله بدين إن ده أهم بواح الله إذا ده أنصار ده قال الله دي ده حمراي نين وين بكمو تجين بالله إذا ده وح أضيع بي علماء التاريخ قار كم دي شيء كان لبن نين با أنصار بوايل بكو هري لبدن نين وحنظل غسيل الملائكة أنك لبحيا به أبي عامر الفاسق أبي عامر الراهب أنك لورنشري بن عبد الله بن أبي ويل مكان لبدا ساكو هرى ليل مدينة ويل لبدا ساكو هرى رقا انت كلا دلن يري هيدي مدينة شوغا دقال دي با ويل كمرد مركي اللي هشيينة وحل ايدان ويل كأن مضحكا دقان عبد الله الله قرطي إن سلطنة دي ماموس يمقع الله يالو يدو عبد الله تاج كيس السلطان نمال تولينا نبي محمد بصوق عليه الصلاة والسلام مدينة وضدك قيادة يدين عصبي الراعي عبد الله بن أبي نفاق سو نفاق سياسي يكبل ما بينها وحوارك كرسي كي مدح نمال النبي محمد كقاضي سيدا أوقات انت هروي سجيشين ايي مركي دنبه واركي ان اسلام كي قول استيحو وقستي بدر دبديدنا إسنا ظاهر كقول الله السلام ككشيغة تي أيو كميدها وحا أنك ورمي يا مرك وأن شعله نفاق مرك إلهي سبحانه وتعالى وكورمي وران آد أترب ضنبا إلهي كورمي إلهي سبحانه وتعالى وودي النبي محمد إن دتك أنت منافق أنت وحي الله وش يقول الله يراده هبل هو منافق هبل هو منافق هبل هو منافق هبل هو منافق إسك إلهي وحي علماء إذا دان وقت الدنب أي وحي النبي كسر دقي مرر كم إذا منافق أنت الله شاهي إسناو حذيفة أو قروسي شاهي حذيفة بن اليمان صحابي اللي ورنشري
لكن بلا يرادا انت وقبض نيد منافق نمدى إلهي سبحانه وتعالى قرآن بكو أستيي صفات علماء التربية الركم دي وحي تلمامي يعني مسألة داس وحكو تشربي ليين إنجيل كدن بين مسلمين تو وحي كل رقمان أي هلان وهدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن أنت منافقين تام قعيد وضع الله شهوه إنه ما أنت منافقين تسين ولا رقبلا سألوا قرن لها إنك إلا وحينا إنه يمن ما يمقعينا ما هينا سألوا قرن إياه إلهي سبحانه وتعالى هو أستيي سدتك هو ذكرته قرآن آد أترب ذنبا إلهي منافقين كقور رمي سورة البقرة إن بدنا كم دا إلهي كقور رمي سورة التوبة سورة المنافقين أحداث ترب ذنبا نبي محمد عليه الصلاة والسلام أختك سيد أعضاء إلهي كقور رمي غزوة أحد غزوة الأحزاب غزوة بني النضير بني المصطلق حادثة الإف غزوة تبوك قرآن كقور رمي غزوات كاسورة من منافقين بطل مامي وحي إلهي سبحانه وتعالى وكور رمي منافقين تخترت وأن من كي أوذي النبي محمد عيدا وتوقب يسبا كون قفا إن يسدح الضلال الضلال لك عكران يعني تأثير كي بلشد كل هاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام غزوة أحد كن نبو الله سوى الدقالتكي يدو النبي يا الرسول يا هي او قائد يا هي او سيد البشر يا هي او رجل حكيم عقل بدن فطن برشدي سيقان قراد بدن اسلام ارك الرساله يا وحي نموطة اي وحي اودين صدح بقولو عيد كيس كم دين عيد لولا كعان نما النبي محمد هاي المكان حيكو سمين كران هدي اودان النبي محمد عليه الصلاه والسلام عيدا كيس صدح بقول كحين كرو وحد قران كرتا خطرت الدكن إليين انت اي قاري كرتو اما سي انت اي اللي كان كرتو ان اي امم دن هلاقي كرتو سيدا وقيت بإلهي الله سبحانه وتعالى وحقق ورمي قران تربدا مثلا في سورة البقرة مركي مؤمنين تلقى ورمي افر عيادات بإلهي الله صفات المؤمنين تبقوا تلمام الف لام ميم مركي لقى تكافر طايدود كحيقة اي الهي مؤمنين كسيفي قال مركي لقى ورمي لبا عيادات بإلهي الله كسيفي لبا آيادود كلية وأي لبدن كوحود بابا علمادو إلى هذان وضد لقران كرو أستانتو دو يعدهاي وضدان مدى بينين وقال قال لما دي سلقران أي مسلم مسلم لما دي سأما مؤمن لما دي سلقران أيو أما منافقين تو وضد مدى بأي صبح بردن عويك قلب بردن شوغا وقف آند أستانتي سيت تلمامتي سيتو سنمر قرو وضد قران كرين سيد الدرادد با صدح هي طبعاً آيادود إلى هي كواستي لباتن كا آيادود أو جوهر رأي مركا لقى ورما يو ألف لامي مركا لقى تقص قال هي طبعاً ككلا صدح هي طبعاً آيادود كم إذا با لقو أستي يا مثل لقو على مدي منافقين تاسو حي تلمام يسابع ولا ما ضوي لهذا سيد المنافق يا أستينتي سو خطر طاي اللي هو دريمي كرو سيد وو جوين بدني مربى مالو تاجن يهاي markii kooxo dhan la asteeyay ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadko dhan u yeeray oo la yiri ya yuhannasu taqu rabbakum bartado dhamaantiin isku darsamo war ilaahay ka baqa laydi ilaahay caabuda subxaanahu wa ta'ala ubudu rabbakum waxaan uga soconaa maxaa intaasoo aayadood oo qur'aana loogu tilmaamay waxa loogu tilmaamay baan leenay in inaga wax layna baro idan waxaynu u baahanahay markaynu munaafiqiin iyo khatartooda ka warramayno intaanan khatartooda sharxin iyo sida loola dhaqmayo inaan in yar eegno munaafiqa iyo qur'aanku siduu asteeyey waya ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamaya am xasiba alladiina fii quluubihim marad an lan yukhrija allahu adqaanahum walow nashaa'u laaraynaakahum falaacraftahum bisiimaahum walataacrifannahum fii laxni alqowl wallahu yaclamu acmaalakum إلى يوح النبي محمد عليه الصلاة والسلام تلمام يا دولك قالت هدان ربنا وابا كتوس إلهي بأي إلهي إلهي كوان منافقين تا لكن وحا الله شيء النبي عليه الصلاة والسلام منافقين تا وحقوق قرانا ياني تاي وركو دي يفعل كو دي يقواشو دي يقابك ونقم يا مركا وحا ربا صفات كو دا قيبة كم ميدا ميدا إنان تلمامه
waxaan u tilmaamayaa midhadhka sifaatka ka mid a nin waliba inuu naftiisa eego uu hadduu waxa kani wax kaga sugan yihi inuu iska suuliyo uu ka fogaado ka dheeraado walaalkaaga kale aad uga digto. ilaahay subxaanahu wa tacaala munaafiqiinta markuu sifeynayo sifaatka caanka ku yihiin waxaa ka mid a waxay caan ku yihiin inay jecel yihiin in muslimku jabo islaamkana laga guulaysto. waxay caan ku yihiin baa qur-aanku tilmaamaya inay farxaan markii ay arkaan goob muslim ku jabay. guusha gaaleed iyo ay ku raynrayn bilaabaan markay arkaan. haddaad sifadaa iska dareento aad aragto meel muslim ku jabay adigoo faraxsan, waa sifa min sifaati almunaafiqiin. ilaahay baa subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay in tusibka xasanatun tasu'uhum wain tusibka musiibatun yaquuluu qad akhadnaa amrana min qabl wayatawallaw wahum farixuun baa ilaahay leeyahay. qul lan yusiibana ila maa kataba allahu lana huwa mawlaana wacala allahi falyatawakkal ilmu'minuun. haddii wanaag idin hela baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala, oo muslimku uu guulaysto dadka ka naxa waa iyaga baa ilaahay yidhi tasu'uhum. haddii xagga allaba masiiba idinka haleeshana waxay odhanayaan waa arkaynaa waxaasoo annagu waa ka tabaabushaysanna, waxay jeesanayaan baa ilaahay leeyay iyagoo weliba faraxsan. idan muslim jabkii gaal baa ku farxa, muslim jabkii munaafiq baa ku farxa. haddaad markaa aragto dad islaam u nisbo sheeganaya haddana meel muslim lagu jabiyey raynraynayo farxaya oo u arka inaan wax weyneba dhicina qolaama mutadarifiina macaynkan hadda masaatan ahayd ay yihiin kuwa jabay, waa calaama min calaamaati almunaafiqiin, ilaahay baana ku asteeyey. idan haddaad astaantaa isku aragto waxaad garataa bale inay kuu soo hoyatay, aad u baahan tahay inaad dib isu nadiifiso. waxaa qur-aanku ku asteeyey munaafiqiinta markuu ka warramayay alle subxaanahu wa tacaala inay yihiin dad quluubtoodu ay la jirto cadowga muslimka, walaalnimana u dareemaya ninka gaaleed, colaad iyo xumana u haya ka muslimka ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo nebi maxamed tilmaamaya wuxuu leeyahay alam tara ila aladiina naafaquu yaquuluuna liikhwaanihim aladiina kafaruu min ahli alkitaab lain ukhrijtum lanakhrujanna macakum walaa nutiicu fiikum axada abada wain qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu inahum lakaadibuun lain ukhrijuu laa yakhrujuu macahum. ilaahay wuxuu tilmaamaya subxaanahu wa tacaala alam tara, miyaad arkin baa ilaahay leeyay, ma ogtahay? ila aladiina naafaquu yaquuluuna liikhwaanihim baa ilaahay yidhi, kuwa munaafiqiintii waxay ku leeyihiin walaaladood baa ilaahay yidhi. yaa u walaala munaafiqa, yaa walaal looga dhigay rabbul caalamiin baa qola walaal uga dhigay muminiinta. waxaa la yidhi inama almu'minuuna ikhwa, amaa munaafiqiinta waxaa la yidhi yaa la walaala yaquuluuna liikhwaanihim aladiina kafaruu min ahli alkitaab, waxay ku oranayaan walaaladooda ahlu kitaabka baa ilaahay yidhi. idan waxay rumaysan yihiin mabaadiid iyo aragtida ay wadaan ahlu kitaabka iyo inta gaal ee la socota, waa astayn ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku asteeyey. ilaahay wuxuu leeyay qoladaa waxay ku leeyihiin haddaa laynu khrujtum lana, idinkaanu maciinanay si walba idinkaanu idinla soconna. waxaa ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamayaa munaafaqa calaamaadka lagu yaqaano inay ka mid tahay dadka gaaleed inay weli ka dhigtaan. weligu waa ciddaad u nusrayso, u gargaarto, walaalatay, jeceshay, inuu guulaysto aad jeceshahay. kuwa muminiintaana ay neceb yihiin. ilaahay baa wuxuu qur-aanku ku leeyahay bashiri lmunaafiqiin biana lahum cadaaban aliima, waxaad ugu bushaaraysaa baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala kuwa munaafiqiintii inay leeyihiin cadaab wax laxwiya. oo waa kuwa kuwani aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaaa min duuni almu'miniin ayabtaguuna cindahum alcizza fayna alcizzata lilaahi jamiica. ilaahay mu'minka wuxuu ku astee munaafiqaasi wuxuu ku asteeyey aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaa, waa kuwa gaalada weliga ka dhiganaya baa ilaahay yidhi min duuni almu'miniin. oo maxay uga dhiganaya ayabtaguuna cindahum alcizza baa ilaahay yidhi,
مقولي يا شرفتي يا مقعي الرين رين بين كل رادين أيام بالله سبحانه وتعالى إذا هو علامتك له وإلهي سبحانه وتعالى وكنت المام يا قرآن كمركو أستيني إنما كي منافقين تها علامات قال لك كنت المام يا قرآن كو شيغا يا وحا كمدة عيدة ضدك مسلمين تها أسماء حن حنية وحلمد الله بحية وكإلهي له سبحانه وتعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل من الأذل؟ وأهل الإسلام كي أي كسفين يا إذن أنت أصوى أستوان إسراعي هل مدين كشيك كرنا أو أه لبدا الصف صفك أي رباني نقول استو قوشيس أي كفر حيان أي أهيلين أيان أي ولا لين أي لا سعدان وصفك قال هذا بالله قتل مام مع ذلك وحي لتشو قانو يكتر سينا وبرشادة مسلم كان برشادة مسلم كان ولا دقين صفك النواو صهن يهر ساد إيا تاغير إيا وحوى الببوية أستانك لو حوق لبا قرآن كوكو شاك وحكم دا إلهي وحلي سبحانه وتعالى أن من كان علاماتك لقوية قانا وحكم دا هدي إلهي الشرعي صلى صوه هذا القاضو إن إلهي للراعو لقى حكم يشو إساق لقى الدنبي وحي سماء للراعو مسألة دا سوا كد برشيدين يعني ومدك تاغيا dad kana waxay isku dayayaan inay ka celiyaan oo ka weeciyaan waxay raali ku yiin mas'alada wixii cagsigeeda ay ku faraxsiin magacay doonaan marka haw bixiyaan oo maxaa cagsiya uquusha basharku waxay xeeraysay jideysay ay isim hawato ilahay wuxuu sharciyay jideeyay marabaan بنا آدم كو عقل جيسا وحي وكا كينا وجيدي أم حير قبيل هالوشيغا أم حير دولة هالوشيغا أم حير يونايتد نيشن هالوشيغا أم حير كو هصي متكسر ري متكدم أي وحي دوني أبا نوخدي وحي بشر وأوروريينا حق يسوي دايرين يا مبا إلهي لي إلهي وحي كنت الماما يعني علامات مرافقتي مركز إلهي قران كو حكو لي ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إلهي وحلي سبحانه وتعالى ميانة أركين كوى الشيغانية أركود الزعم بالغدقي يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل كوا شيغان يا إن الرميان وحي أديك لغو سود دجيي إي رسوشي هرب وحي لغو سود دجيي وهم حي قبانيا وحي ربان با إلى هيد إن حكم كدكتان طاغوت كي يوركي يدو إلى هي وفرين باب كاكا قالوبان لكن شيطان با لومتان فق لومي با إلى هي ما هو أستانا مركا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول هدي الله يدهدب إلى هيري وارؤك علي إله سبحانه وتعالى وحسود تشي النبي محمد وحي وحي يا الله كان قال يا راعة هدي الله يدهدو إلى يحيي رأيت المنافقين يصدون عنك الصدود وحاد أركس منافقين تي ومسألة كتشي سنة يديدا وقعر ريا إذن هذا دركته بلشك دي ديسوك في جيسا وار إلهي أن راعنو وصفك من الصفات كمنافق لغوية قانا الرسمي قا. وصفان أباها ناي مركاسي إنا نسكفو قوي إنو أو أه هدي إلهي رسول كيسا لغوية يدينا نديدين مسألو لبا صدح أفرشان لباتان كنت وحي دوني سفها نغطو إلهي رسول كي هدي لغوية يدوحي كيمي إنا نتكو مضحادا يجينو كتشي سنين هداد كتشي ستو وحين قرن سائنا ديالا تيسي فكم إذا صفات كالنفاق منافقين تصفات كالقرآن كوكسي فيه وحاكم إذا إن يهين قيب كم إذا دول تهنا موقالهان دات كمرك يسور تاقا چدهان ديسان هذا لهان هذا الديقسين إيا دات كأوشيه إيا خيري وناق وضان وحي الربانون إصلاح يهي لكن هدي تشيستان يوم مركي تقان
bulshadii markii lala hadlay saasaa loola hadlay. Laakiin marka asxaabtoodii ama gaaladoodii ama kooxdii la isku mabda ahaa loo tago, warkii ka gedisan baa la akhriyaa. Mar labaad waxaa la yidhi marka ay hadlayaan ay wax sheegayaan sidan bay wax u wadaan. Haddiise madax laga dhigo oo iyaga arrinka loo dhiibana, wax walba waa gundhaban baa Ilaahay leeyahay, fasaad bay ku gundhabaan, waxbaba ma nooleeyaan. Idan marka hore aanay wax haynin waa warramayaan, khayr bay ka warramayaan iyo wax walba in la islaaxinayo. Markayse iyaga gacantooda soo gasho, dad iyo xoolaba waa halaagsamayaan. إلهي ما قرآن كوحولي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. تتك قاربا كم دبا إلهي لي وركي سوك عجب قلين أيه وتتك عليم اللسان كا بل الدد دود بضن الدوديهنا ألد الخصام دد دود بضن وركي سمركو شرح أيه سفي عن صوبان ديك كرا. لكن إلهي وحولي وإذا تولى من الولاية ومن التولى يا الإعراض haddii ay madax noqdaan ama haddii ay jeestaan oo meeshii laga waramay ay ka tagaan oo meelahoodii gaarka ah ay tagaan, ilaahay wuxuu leeyahay sacaa fi lardi liyufsida fiiha wayuhlika alxartha wannasr wallahu laa yuxibu alfasaad. Shaqaday markaa u dhaqaaqaan waxa weeyaan baa ilaahay leeyahay inay dhulba fasahaadiyaan oo ay xarth iyo nasl taran iyo beer iyo cid walba inay halaagaan baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. Wallahu laa yuxibu alfasaad baa ilaahay yidhi, ilaahayna fasaadka ma jecla. Wa idaa qiila lahu ittaqillaah, markaa dambe uu wax wada haddii layidhi war ilaahay ka cabso, xaggaad wax ku wadaa, akhadathu alizzatu bilithm faxasbuhu jahannama walaa biisa almihaad. Isla weynidiiyo kibirkaa qaado oo dadka wuxuu arkaa dadaan waxba garanaynin ama wax badan, wuxuu arkaa fasaadkiisu inuu islaaxiyey. وَيَا إِلَهِ بَا وَحُلَيْهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ بَا إِلَهِ إِلَيْهِ. هَدِّي اللَّهِ يُرَهْضُ وَرْدُلْكَ هَفَسَ هَذِي النِّنَا وَحِلَيْنَا نَوْحًا وَضْنَابَ وَإِصْلَاحْ حقا كان تطكى الله لين إيه وحكا محلو قد شده النظام كان لقد جيه أرموه هنا يدق دق نقضان ayuunbaa loo wadaaye, adigunbaa angalka qalloocan wax ka arkayaa lagu leeyahay. Adiga meeshaad wax ka eegaysaa meel qalloocan tahay ee indhaha fayo oo caafimaadka qaba wanaagan wadna way arkaan. Dadka bukaan arag bay ku leeyihiin, indhaha bukaan arage wixii caafimaad qabee fayoobi way arkayaan waxa islaax iyo wanaag la wado. Ilaahay baa wuxuu leeyahay alaa innahum hum almufsiduun, innahum hum almufsiduun. ألا ورهي أدوات التنبيه بأي إلهي كو استعماله دبتنا إلهي وحلي إنهم هم المفسدون يقول كل يوم بقى بأي إلهي لي أهل فسادك كو وح فساد يا ويقى. لكن وحبواني قرني وحبواني دريمين بأي إلهي لي درين كالومي. إلهي سبحانه وتعالى وحكو تلمامي من علامات النفاق إنه كم تهي دتك أهل إيمان كإلهي الرميين دواركتو مساكين أن أقول لهين بدن وحبدن قرنين سفهاء ما نقابيو قراد لا ويال. دبتنا إلهي وحكولة وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس هدي الله إذا دور دتك وسيد إلهي الرميين إذن إلهي الرمي كبير كني والدا كدايا قالوا أن نؤمنوا كما آمن السفهاء بإلهي. ma waxaad naga rabtaa inaanu yeelo dadkan maangaabyada iyo dadka wax magaratadii siday yeelaan masaasaad nala rabtaa bay leeyihi. Ilaahay baa wuxuu leeyahay alaa innahum humu sufahaa walaakin laa yaclamuun, iyaga safiiha baa ilaahay yidhi, maangaabyadu waa iyaga laakiin waxbaanay garanayn baa alla leeyahay subxaana watacaala. Oo goormuu maangaab garanaya hadday inuu maangaab yahay, daabu maangaab yahay si uu garan inuu maangaab yahay. Waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya sifaadkooda inay ka mid tahay muuminiinta meel ay joogaan ama muuqaalkoodu joogo markay yimaadaan inay muujistaan aragta inay la mid yihiin. wa idaa laqu ladiina aamanuu qaaluu aamanna, laakiin kooxahoodii iyo wuxoodii markay u baxaan idaa khalaw ilaa shayaatiin qaaluu innaa macakum innamaa naxnu mustahziuun. Markuu warka dadka la hadlayo sharci iyo diin iyo arrimo iyo warkaasu ka warramay, khayr buu ka warramay, iimaan baa inu qaadanu ka warramay. Laakiin kooxahoodii markuu tagaba Ilaahay yidhi wuxuu odhanayaa war waa cayaarin maangaabyadan iyo dadkan wuxuu sheegayey ma waxaasi dhab nagama aha buu leeyahy.
وحيلات حيلات سياسية كمدة بولية وحبضا كماها. هذه الصفات مركا انت المامني يعني القرآن كصفات اتربضا بكت المامية وحكم دينيين دط حمها انكباقة وانسمها كباق. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. إلا يوحد المام ينين دط حمها دط كفرة فساد كي الرذيلة دي وحل تي خلاق حمد إيا وحاسي ونظام الحرية ولا فافنا إيا ووضعا معروف كسوى خطر ماشا وحباك وشرا وحباك سوص على لي وحي معروف يدا عكت على صاري ولا الريبية وحي سفسادي يقوى مباح ولا سيدينية. إلهي وحكوت المامة سبحانه وتعالى إن الصفات كودا كم تهي ويقبضون مركي حول تشوكتو وددهم قريبا با إلهي لين وحو انت وبدن قاطان با ربان مركي بحين تشوكتنا وضد قعما هذا قوينا وحبك بحين با ربان سوو حبا انتو قاطينا شلي مكا دعين أي دونية. مركي سأل إلهي سبحانه وتعالى وحليه ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطوا. وأدد مركا يوح بحين يا صدقية وح بحين شو يكتر ربين وح لصيه إذن راعستك الراعة هل كاس وح كما غليا داد وح سيسه ومعك والرالي انت وح قادنا ايو لكن هدي الله إذا ما أنت والله غير مار ما قولك هاي رد بدن باشرتا مركا صدو ضيا بي لهي لهي سبحانه وتعالى مركا صعر رضا بلا بيا إذن وأدد هنقري بدن وهانتي مركا ماشا تعلنا هنقري لتاقن مرك الله أن وحشرين أما أن سجى وحلور دي بنا عيبين بدن بيله هيله لمزي وهذا عيبين بدن وهذا كقوع عيبين إياه وحبه الآن يكن وهذا هذا وحبهن تايا وحلا دي يقبضون أيديهم قامها بوحرا بسط اليد ما يغني قعن تود وما في سنة. إذا ومن صفات النفاق هذه صفات مركا أنت المامة يوحى أن ربا إن أنا أني لنا دنا أنا دي لنا ويوا علامات كم دا علامات النفاق نفاق نو قيب قيب سما مرنا وكي قلبي قد جي قال لي مضاها مرنا والنفاق عملية نفاق عملية وكون نبي محمد عليه الصلاة والسلام كنت المامي آية المنافق ثلاث منافق علامات كالغجر تواصدح أما أربعة من كن أفر منك كس جنب النبي محمد عليه الصلاة والسلام إيه أفر تاسي سوي ما دوا منافق برحترا أنبي يسمرين نك ميت كم إذا لقاه لنا خصل من خصال النفاق ما كتير بنا بقول قايب كم إذا قايبه النفاق نفاق عملية علماء دو مركا كفسران إذن مركا أن كور ورسنا هاي النفاق إلا إن الصحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم كور ورسن معنى هيدو حوايا النفاق عملي قاينا نكدر عنه كعقدي أنا كفوا عنه مركا أن كور رمي صفات المنافقين ومتشي دينا عد على مدسان واستيسان وحنوتشي دا قف كستو مؤمن أهل إيماني إنه اسكت ضيين وحكا كفيد مكا توبت كانوا إنه اسكت ضيين أنو يالا على مد إلى هاي كوى النار تهل كوى هو سيجل يا إلى هايين إن أنا ديك أنا إلى أهل إن اسكت ضيين إنه كفوا عنه سيد ردد بإله سبحانه وتعالى وحنوت المامية ودول دار بدن بالليل أهدي عندما بوح معروفة ما دحض ولا داريا وح ولا روان إذا مقالتك هاي مسلمين تو أحبه ما يداري جرين ما دحنا الله ما داريا عتك لنا الله ما داريا قفك مسلم كاتي ما لو دي بوه هيا لكن نظام قالت با يا قانا قفك عن عنده تاجي الله دارنا هي داري هي واللي يبلون با وقت عندما لا تربدي علامات النفاق له وحكت الماما ويحلفون بالله إنهم لا منكم وما هم منكم واللي بالله وحي قلت لك غشر يعني اني كم دين اني دنت ضدك وضعنا اني مسلح حتى الهي نوح له وما هم منكم اذا كما ترسنا وحي انه تلمامي ان الله سبحانه وتعالى وكنت تلمامي منافق لماذا علامات كي لغوي قانا وحكم ده ان يهين دول مظاهرته اي لوينت موقال كان صارئ وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم بأي لهيكو تلمامي موقال كود وكو عجب قلن وقف جعل ضدك إنه موقال في عنو ويما ضه
لكن قلوبتوده يا عقائدوده يا وحي رميسين يا آدو الليتان منافقين تواضد مركة صفات كاسي وقرآن كوكت المامة أما خطرته ده يده هدان لبس دح كلمة دوت كيده هدو عن بضني خطر روحه كفلا إنه تاريخ ده كوه إن النبي محمد سيدا يقلين عليه الصلاة والسلام إنه يسقط ضيان عيدا كيدا ما يؤوتي ثلث كم دين إلا بحان وإن النبي محمد كلا هران وحكو كفلا سيدا يسقط ضيان إنه صحابة النبي محمد مدى حيسوق ليان يددك مسلمين تاه ومثلا حديث كيكا والرمي قصة الإفك حادثة دي أمرد عددي إفك لما كان السيدي مركي كسوه دين مسلمين تيو سكود ديرين ووح والبا يعني ما غزوة بين المستلق مركي لصوان نغضي وحد عي لما ننور دلين يرو الصحابة أبا فرك عياري mid ba mid dabada darbaha maharaati kaga dhuftay ki kala caroday dabatana waa kuwii qayshaday yaal al ansar iyo yaal al muhaajirin ku qayshaday waa ki mowqifka ka faa'iideystay ibn ubay yaal ha sam min kalbaki yaakulak ama ilaahay uu ku tilmaamay inuu lahaa haddii magaalada lagu noqdo waa dadku biyeeyo burbo kala baxaya waa in la kala baxaa دبعتنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام سوى ذاتك الدجنية دعوها فإنها منتن وارقبية لدن يوحن يسوي رسال بل مكري قود وحقارك لحد دد واوين والصحابة وكقر سومي كرو ومثلا مدينة يدولة شوغو أي النبي محمد قرقي سبان كشاك وأي ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن هوين يديسي وحا كحيستي ننكلو مسلمين تكمد ورك سلفا فيه إلهي سبحانه وتعالى وحل الربي التربية بالأحداث مسلمين تدعدوين دبا لقر ربيني بالبان وحي كسو دقينو قد يدى النبي محمد لغا والرمين عليه الصلاة والسلام أو نبي محمد تشيق بديني أو دتك وحوي ديني وربر سيد لطاي سيو حجرا علي لطشري أسامة لطشري بريرة وحوي دي وارنك كوري سنيو حد بين نبيك كجارد أنتم مساجد كاستاجين ويراضوا يا معشر المسلمين من برك أنتم نبي قفولي أو إلهي أماني أي الصحابة دي سيلا هذا يوحنا وار مسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي وريا إيجا عذر داري يا إيجا قبنا يا أبو نبي محمد لي نندبتي شو أي جرجي يجاردي نبي محمد باكش يا جنايا ومن برك فوشن والله هاد لا يس حابد يسيا وحلي وارنن دبتي سجور يجي قاعدة يا إجا قبنا يا أبو النبي عليه الصلاة والسلام إلهي بان خد أرتى رهر كي جينا أنا وح خير مو يعني وح كل كو جين نينك أي وح كشيء جي أنا خير مو يعني وح كلنا كموجي جوري يجينا ولجي مجلين سجوا أنا جاي لصعدة مو يعني إيا إجا قبنا يا صحابي باي استاجي سعد بن معاذ الله يداه وحده إلهي رسول كيسيو هذو رير كي جاي هنا رير بو مدح ويا مركا هذو رير كي جاي هنا أنا جا وحكة قبنا يا هذو رير كلي هنا نفر ودي لينا يا هذو واحد ترى هذا شغال لقى قبط أنا جا كقبنا إني سحابي كلابا تي قبيلة هاي نتا كوكر تاي أيو استهاد يو حوري والله هو بين تاي واحد سدا ولادي واحد وقاتينا رير كي نكمل ده هنا كلاقى قبنا يا من الدليل كرتيد وحنا كم قبنا كرتيد دابا تنا سحابي اللي بعد با يستاغي سيد بن حضير با يستاغو وحيري والله هو بنت اي ودلينا شقنا وكا قبلنا وانك منافق تجادل عن المنافقين ادنا منافق خلاط هي منافقين تودوديا دابا تنا وبا لا اسكو اوكسدي بل قياس نبي محمد ومن بر فوشنو نكا عبنيا وصحابه دين اسكو اوكستي وشقدي منافق وغبطي دادا النبي محمد لا جوجين مركاس اي غلي وين عصر كسويرارا ما دام انا النبي نهي سنين عيد حكيم ودت كان كلا قبان كرتانا إسكبا يرتاهي هدو هارك شبيل كيساسي قشرو إن يرو فدود بودا غاي سوغو دا قلن كرا سيدا وقايد بو نبي عليه الصلاة والسلام وحو قاري قد يدي كلي انتو چوچي با إنو دت كا آموسيو ويدا هدو واربال آموسا 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 صحابة دا كلا دجيو أرن كو ننكي لغا عبان يبينو دافا نغطوين صحابة دي نبي محمد لكلا بدباديو ولو كلا بدبادية منافقة كاني شعر كان ووقو شداء وضيني ما يصيدان ووردق مي مشكلة تن تام عنا إذا وحيت المامسة
منافق خطرت وكلي بلشدة مسلم كا يوحى وجيسن كرا انت اي لك تهي اية المامسة وحنسي سوي ديننا لنا هي صفات كاسين منافقين تا قرانك وحبدا كشيغية مدد يرنان كسوقاتي هدين ونقول نفهنا كبخل السنة سي داعي سكل بقار وطايني تشوغان سيدي لولا دقمية تتكبر بأي موغطة عدي لقا عودة بين هالبا موير مضح لقا نفتا آخرها قبته لكن وحي نوبا هنا إنو ندبقو نغنو نبي محمد عليه الصلاة والسلام بلشدة كواسي كوشيران بوا دي هرت مركا كوات بلشدة قبائل كالير ريرا لنو عاسية بلشدة سي منافقين تا وضا تاعين كاسية بلشو أركان أهل الإيمان ووينينا يكوشيران يا عمر يا أبي بكر يا رجل مدى يكوشيران سيدو لدق ما يبايس ويدين للنبي عليه الصلاة والسلام هدينو سلا قصة دي بقول نغنو غزوة بني المصطلق أو المريسيع مريسيع نوى عيل كي لقى عبيي مصطلق نوى قبيل كي لقى عيسي أما رير كي غسوة الله ما قدر أما عيل كودي الله ما قدر دقال كاسي ماشا كدعي مركي لقى صور نغضي إلا بدا سحابي أي دلين يرضاه فرق الله لين إدبا تنسكو حناقين إيه وراركي بدنان إن كان منافقي وقهد لي عمر بقت كيسين ويو نبي قويمي عليه الصلاة والسلام وحكو يلي إلهي رسول كيسيو دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق إلهي رسول كيسيو إيقسي دا منافق كان شقك غفته ماذا حكنا نقوان كتشري إيقسي دا وحي سوي دين تلايني نقرنه نبي قوم حوو جوابي عليه الصلاة والسلام نبي قوم قضية تنسدو حلالي ومشكلة تاغن لكن ما أرنن نبي قوم نكري منافق ماها ما أرنن إن دل ما متايستو وما دلينو لكن أفق إن تنكر ديربو نبي قوم محمد كورمي عليه الصلاة والسلام أركتي إن تنكر بلارن أفق يسقو الدنبابة يسقو دل حق مطا أي وحياة بدن يدو لأيقا يقهب كل اللو ما نشكرين كرا قيادته أما دادك هو قانك هيا وين نقضان داد عقل بدن وان وضعيقا مدمد او قياسين نما او ايقا ينين بلشدة اي وحا كرطب ما يصيد وحدع كران أركي كرا نبقو حكويد عليه الصلاة والسلام دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ورسكد دابو كويد نبقو داف ننكا كان ومدى كلا يسوكو شاكين ما يسيبو نبقو يدي نبي محمد انت الله سعطو الله يا الله ورن ماي نبي محمد حو إلى لني نكان هو منافق دبو مسلم كوكو هيا لكن هذا نوحو نبقو إلى لني عليه الصلاة والسلام سمع الضاء ضدك مسلمين تاما نبي محمد انت الله سعطين إلى هذا وحو شوبة مضى حوكو قوقويو إن هي ضدك كلا قاردو وهي ضدك كلا التأويل ما يعني وأرن مايان سيد الإمام النووي في صحيح مسلم حديث كما شرح يوتي وحلا هنا يبقى حق بولا هاين الدليل لكن ده قال ده تأويل ما يسوى أرن ما يسوى إنك ندي بوجست يا كم بوجست وحوي ما أرن يعني كويل السعودية من مريء ما لقيت دوني يا ما ماشى كم موضة مرك وحكم موضة هنا إنه برنه نينك ندي حق مت وردي بدنا مشكلة دي سوا تاجر سيسني دينو هدنا مر كي مدينة لا تجا قصة دي هري عنك ورمة يو جيست لا بد قصة واحد هري يي تنو نبي قصي دينا يو إيش أقول شالا يتو حاسو سمي يي أيو هدنا مر كي مدينة لا تجا حادثة تلف كي يوحي وابو رأي كن تين سحبة دي دجاس لا قشو إذا دل كي سو حكان صلا هوا موقنا إسا أنت شوش بدن وصاب ضد بدن يجرم ويا سبب توحلود دلا ورر بدن للشيخ وقبائل بدن ماذا حيث لقى الكران إذا النبي عليه الصلاة والسلام مال دروك سنب وحكارك قرآن كإلهي سبحانه وتعالى وحاوينات المامية مثلا صدح يداد قرآن كم إذا وحي شيغيا منافقين تيسد الله ولا نغمية كو إلهي سبحانه وتعالى وحلي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير إلهي حلي النبي الله جاهد الكفار والمنافقين قالوا يا منافقين بل جهاتا بل يري
لكن وين نسويدينا سيرة دي عملية النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيدو قلبه ولا جهاته لما هي وح منافق ومنافق نما لو دلي تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام انت انو اخريني كما هي انو وح انت الله سوقبتي نفاق لو دلي بل وح ليدا عبد الله بن أبي حادثة الإفك مركو دقي صحابة دي iyagu saxaaba ahaa iyo iimaanku dhabta ka ahaa laakiin uu ninkani hadateeliye gafka galay waa la jeedalay oo iyaga xadul qadfi baa lagu qaaday laakiin xataa culimada taariikh ma sugayaan in cabdullaah ibn ubay xataa jeedalkaara laguma dhufanin mistaxiyo yacni raggii la midka ahaa waa la jeedalay laakiin cabdullaah ibn ubay xataa jeedalkaasi kuma dhicin waxaa la tilmaamaya markaas siduu ula dhaqmay wuxuu ula dhaqmay baan leenahay sidaasi uu leeyahay dacwo laa yataxadath innaas ina muxamadan yaqtul asxaaba ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay markii laga waramay munaafiqiin ayaa ilaahay wuxuu leeyahay hum alcaduwu faxdarhum marka koowaad ilaahay wuxuu ku tilmaamay hum alcaduw khabariyo muftadii baa loo kala horreysiyo culamaa ilbalaaqa waxay sheegi jireen wixii xagga dambe mari jiray haddii xagga hore la keeno qasadka xagga hore loo mariyo waxaa ka mid ah in wax lagu qasrinayo waxoo lagu koobayo inayagi kaanamaa la leeyahay iyagoo qurunbaa ah colba waa iyagaba ilaahayna yidhi kama murmayno markaa munaafiqiinu cadowyay ilaahay baa wuxuu leeyahay humulcaduw colba waa iyagabaa la leeyahay subxaana wa tacaala gaalba colka ka weyni ee kasoo ka maray ee ka khatarsan ee naarta halka hooseysa gelaysa waa iyagaba ilaahay yidhi garannay maxaynu ku samaynaa markaa ilaahay wuxuu yidhi faxdarhum ka digtoonaada waa inaad nolosha manage garayn kartaan waa inaad caqliyad ah isticmaali kartaa inaad isna hayn karto dadka muslimiinta aanu kaa fitnayn karin dhibtu gaalada kaaga geysanayo warku kaa geynayo waxana aad manage garayn karto waa inaad contain garayn kartaa alixtiwaa hayalamadu yidhahdaan waa in lagula dhaqmi karaa siyaasatu lixtiwaa munaafiqiintu jihaadkii nebi maxamed raaciye iyadoo loogyahay inuu munaafiqiin yihin waa kuwii khasbatu tabuuk intay nebiga raacaan akhrinayay waxaan la akhrinin ilaahay iyo rasuulkiisa iyagoo ku jeesjeesayo ku dheeldheelaya bay socdeen waayo sifaatka nifaaqa waxaa ka mid ah waxaan kaftan gelin bay kaftan galaan kaftan geliyaan kaftanka kuma jiraan ilaahay iyo rasuulkiisa iyo kitaabka qoran iyo diinta wax lagu kaftamaba maaha baabka kaftanka la yidhaahda ma galaan laakiin munaafiqu wuxuu ka dhigaa wax laiskaga kafkaftamo lagu cayaaro ilaahay baa wuxuu leeyahay isagoo iyaga ka warramaya walain sa'altahum layaquulan innamaa kunnaa nakhuudu wa nalcab qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuuli kuntum tastahzi'uun waxay odhanayaan haddii la weydiiyo waan jidkaan isku dhaafeyno waa dheeldheel iyo kaftan iyo bay naga ahayd warma ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa ku jeesjeesayseen baa ilaahay leeyay laa tactadiru waxbaha cudurdaaranina baa la yidhi qad kafartum waa gaalowdeen haddana lama dilin waxna looma geysanin ciidankii muslimiintaanay la socdeen may ahayn dad kaa tegaya maaha dad baaba la fardhiyaayoo kaa hadha oo aad tidhaahdaa warina kala kaxeeya ma hadhayaanu nebi maxamed bay xataa dagaalku ku socday dhex socdaan dan kalena male inay wax fasahaadiyaan bay u socdaan haddana iyagoo caynka u socdu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wadi karayo hayn karayay idan bulshada qiyaadaadka hogaamiye muslimkii waxaa loo baahan yahay dee masaajidka safalawalka oo qura lama wada munaafiqiintaaba safalawalka gasha markay doonto sida daraaddeed qofku waa inuu noqon karaa ama qiyaadada islaamiga waa inay noqon kartaa dad hayn kara bulshada dhammaantood saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala humulcaduwu baa ilaahay yidhi colwa iyaga laakiin see loola dhaqmayaa faxdarhum qaatalahum allahu annaa yufakuun baa ilaahay yidhi ka digtoonowun iska ilaaliya baa la leeyay subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala aayadda saddexaada ka warramaysa qaabka loola dhaqmayo وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا
إلهي وحول الله سبحانه وتعالى وادول هدي الله ويره إلهي يا رسول كيسة يا دين تيسة وركالة يا راعة هدي الله يراده وحدك سبأ إلهي لا يجوا كم راح ديجا يكعرر يكسي شيء سنة كوا دين تكعرر يكسي شيء سنة يلا ما أورن ماذا حكجر إلهي وحول الله فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك هدي بلايا هلا يشوف بلك ورر مرك بلايا كل عضه إيه هذا أنت كوي ما دان أرانا يان وحي أن ودنونا نجو حاجاتيهم بين نجاهي أرنكم بمشى نورا يكون عضي وحي نجاهي دون إحسانا وتوفيقا إلهي وحول سبحانه وتعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم وكوا إلهي أجيه وح قلبك كجيره نوعيهين إلهي وأجي بالله سبحانه وتعالى لكن ما حيكون سميه فأعرض عنهم بإلهي وعظهم واني وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا نفه هذا واحد كتب هذا بإلهي إلهي سبحانه وتعالى واحد الشيكتا ورميل فقارك وربليغ وحقوق هذا كرانو التلمى وحن لنا المنافقين تقار كم إذا بإلهي أنتو نبي محمد وحيد الله شاقين وهب المنافقي وهب المنافقي وهب المنافقي وهب المنافقي وأنتو الصحابي صحابة كم إذا أويارا يسنو وشاقين حذيفة بن اليمان صاحب سر الرسول الله نبي محمد عليه الصلاة والسلام منافقين منافقين ما لقوه بابو مقعيد وضو شاري هبلين منافقية هبلين منافقية هبلين منافقية لمن الله إنين وحك لنا اللي أمك يسب الشيطة كم إذا هاي وحماشة تعالى مركا وحيتا هاي وحلوبة هاي منافقه وابلا يكول النور وقال كل تشوغة وكاربتي سؤال قارسي سنتين سعد بن معادي سعد بن عبادة انتو سكهر كانوا يو سيد بن حضير وركو كقارا انك منافق تجادل عن المنافقين انا يجي سكو يرادا والمنافق باطي منافقين تودو ذي وكاقاري نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه جرجسين تتشوش كفره بلدن وركاسي وفافه لكن وحلا ينبر القرآن بدن بإلهي كسودة شيء حادثة ده وحلا ينبر ورر كينين نفافين شائعات كينين ندقيسين قفك مسلمين تي وحاسين أنو كشقينين وركو عدة كشقلين لجاي حتى هداي ورن قطية وحكا قبض كيد إن سوق لك جور من عدي وحكا قبض كريسي كشقلة هيدين لوجيو وحلينا برايا جماعة المسلمين تيددك مسلمين تاين أنو منافقين تكلك حينين سيدة درادد هي حديثك الشيخين كورين أيان بخاري يا مسلم يا ترمذي يا نسائي يا أحمد يا غير كود بصو صارين زيد بن ثابت باو حلي مركي النبي عليه الصلاة والسلام وحد قبطي أو كصون نغضي أي منافقين تي كوحدن وصحابة ددك نبي قال لدى قال قال يا كحيستين إم الله صان نقطة شبكي هذانا مسلمين تكود عاي جوب توا جوب عن كي وقت قياس عيدا كي صدح قيبا ضا قيبا إلا تجاه هلا تجاه نهدات سو قول يستوى حضرا الله وحب ما هوا حي جيستين قول ملتريو عادينا ما يدعين ومسلمين تتدبات بال قد لي والنبي قادر كي بال قد لي أسد كي صحابة قال قد لي حمزة بن عبد المطلب وبل ولا جو جوي وتمثيل بال وسمي ونبي محمد بقى قد كود عليه الصلاة والسلام أو نبر كود عين وحد بال قارسي ونبي قص صلاة دي سر شوق كنت كان كرواي حد بي قادين لي دي نبي جيبه ورد انت وصحابة سكفر فرسته حد بي قادين رجي وحد كده قال لما يبرد مركي لا تشبي أرد كي أي مدينة كقالين لا تشبي وأرد كي دت كي ماشى كعرري قار كم دي مدينة قلنا أو قار إسكفر فرستين عيدا صدا وشابي وربتين تالي يسوع قادي نمن كي صدق بقول إنك كحيستي مركي مدينة لو قصوا نقطة بس حابد مرن توحيد يعني نمن كوالله إننا نمن كوان شغل لك غبطه وإلا الله يا وحلايا هاي زيد بن ثابت وحسود كي آيات كان قرآن إلهي سبحانه وتعالى كورمه فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ورمحايد كل عيبة إلهي لأي منافقين تلبك وحوض ونغا هكا مرمين أني منك منافق ومنافق لكن لما أرنني أني منك الله إلهي بك ورمى صحابة يكون مرنتي واروح أسوى جبني مكينو قيستي محين وكو سمينا
رجب بدايلين مكافاة إلى ذي نقتلهم فرقنا إلى ذي لا إلهي القرآن كسر دجيس تنبوغ ورما عنو كشهدا منافق ودول خطرة ودول كاسي نار توجه سيا ودول بلشدا مسلم كهلا نور لكن وحيوب بهين دتك مسلمين تاهينا كو صفات النفاق اين نفهمنه سينو انغو نفتينا وطهير كرنه لبا ان صفات النفاق فهمنه عدي كو اورورتو سينو غران كرنا علامات النفاق ان قفكا كن كو اورورين واي قفنا قلبي سي وحا كو جيره الله ان با اوغلا غران مايو صدح وحي نو باهنا ان نو بارانو سيدا انو لا دقمينو اينو مانيج كرينينو dadka umada ama hoggaano haya ama imma u ah ama horseed u ah ama dhaqaya inaanay noqonin aqaliye fudud oo ah inuu wixii gaaloobaba laga takhaluso ama wixii dhib geystaba dhagta dhiga loo daro